هذا الحديث الذي في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أول بيت وضع للناس؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: هذا يدل على أن المقصود في قوله عز وجل إن أول بيت وضع للناس ليس أي بيت، لأن الآية ظاهرها أي بيت، لكن قال المقصود هو البيت الذي يعد للعبادة. فالشاهد من هذا أنه قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. هذه تدل على قصر ماذا؟ المدة، لأن الذي بنى المسجد الأقصى من؟ يعقوب عليه السلام. قال رحمه الله: هو يعقوب، كما أتت بذلك الكتب التي تدل على ذلك. فالمدة بينهما قصيرة، فدل على أن يعقوب أدرك من؟ إبراهيم. لكن لو قال قائل جاء في المسند كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا جاء في سنن النسائي وفي غيره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن سليمان لما بنى الأقصى دعا الله ثلاث دعوات: دعا الله أن يصادف حكمه حكم الله، وأن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ودعا الله أنه ما من أحد يخرج لهذا المسجد يعني الأقصى. وهذه فائدة في الصلاة في المسجد الأقصى: لا يخرج أحد إلى المسجد الأقصى لا ينهزه إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 2 أعطيهما وأرجو أنه أعطي الثالثة. ما هي الثالثة؟ أن من صلى في المسجد الأقصى وما خرج إلا من أجل الصلاة أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولتعلموا كما قال ابن حجر رحمه الله في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: وأرجو أن تكون منهم، يعني من يدخل الجنة من أبوابها الثمانية. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: الرجاء من الله ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متحققة. فدل هذا على أن الصلاة لها هذا الثواب متحقق برجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا إشكال ولا؟ من حيث الظاهر. ولذا ابن حبان رحمه الله يقول: ما قيل إن بين إبراهيم وسليمان 1000 سنة فباطل، لأنه يرى أن الذي بنى البيت سليمان. وكم بين بناء المسجد الأقصى والمسجد الحرام؟ 40 سنة، المدة قليلة. لكن رد على ابن حبان كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح وذكر ذلك ابن كثير في التفسير، رد عليه: بل إن بينهما 1000 سنة. ما الدليل؟ أن الكتب السماوية كما قال ابن كثير أثبتت أن الذي بنى المسجد الأقصى من؟ يعقوب.
ثانيا أن سليمان ابن من؟ ابن داود. داود هل هو قبل موسى أم بعد موسى؟ بعد موسى. والدليل هل داود بعد موسى؟ نعم. الدليل قوله عز وجل ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى في قصة الحرب وقتل داود جالوت، فدل على أن داود بعد موسى، والمدة الزمنية بين موسى وبين إبراهيم طويلة جدا، فكيف بسليمان؟ إذن حديث لما بنى سليمان المسجد الأقصى يعني جدد بناءه، وليس المقصود أنه هو الذي بناه من حيث الأصل.